اهلا بيكم مره تانية. كلنا بنحب الاطفال وبنحب يكونوا مكتملين الصحه والنمو، لكن الحقيقه احيانا فرحتنا بوجود الاطفال حوالينا ممكن تتحول لالم ولحزن لما الطفل بيتولد بعيب او تشوه خلقي. وطبعا ده مش اعتراض على امر ربنا سبحانه وتعالى، لكن احنا في النهايه بشر، وده بيبقى وجع انه نشوف اطفالنا بيتالموا واحنا مش قادرين نعمل حاجه. هذه الفقره الهامه جدا بندعوكم من خلالها للمتابعه وباهتمام لكل ما يقال عن اهم مشاكل وجراحات العيوب الخلقيه عند الاطفال، مع ضيفي اللي هيكلمنا عن الحلول وطرق العلاج، الاستاذ الدكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال، عضو الجمعيه المصريه لجراحه الاطفال، عضو الجمعيه المصريه لجراحه المناظير، عضو جمعيه الجراحين المصريه. محاور حلقتنا هتكون عن جراحات الأطفال، أسباب وطرق علاج المشاكل الخلقية. أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا سيدة، أهلا وسهلا حضرتك. الحقيقة التشوهات الخلقية هي ليها يعني أنواع كتير، تحب نبتدي بإيه؟ أكتر حاجة منتشرة الناس دايما بتقلق منها، يعني ممكن نبدأ بالشفة الأرنبية؟ طب حضرتك هنبدأ بحاجة بسيطة قبل موضوع الشفة الأرنبية، هنبدأ بالأسباب اللي ممكن تؤدي إلى تشوه خلق وممكن تجنبها. طب وده رائع. بالظبط. يا ريت. لأن حضرتك لما يجي طفل أنا ممكن أتجنب بعض المشاكل الخلقية اللي ممكن تحصل. لأن حضرتك بعض المشاكل يصعب حلها، ممكن تبعاها مستديمة ملازمة للطفل مدى الحياة. فدايما بنقول في حاجات أساسية لازم الأم ولازم البنوتة ولازم الست تبقى فاهمها كويس جدا. حضرتك موضوع التدخين بقى اصبح موضة، وده مهم جدا للأسف من اسباب التشوهات الخلقية. احنا بنلاحظ ان التشوهات الخلقية عندنا في مصر بدأت تزيد بشكل ملحوظ. حضرتك 7-8% لغاية 10% نسبة حدوث التشوهات الخلقية في الأطفال. هو احنا مش ناقصين يعني احنا مش ناقصين مشاكل، واحنا مش ناقصين تلوث، يكفي التلوث العوادم والتلوث البيئي. وهو ده حضرتك الأسباب اللي انت بتقولي ده الأسباب. يعني التدخين ده احد الاسباب، عندك التلوث بجميع انواع اللي حضرتك قلتيه ده، عندك حضرتك بعض العقاقير الطبيه، الاشعات اللي بتتعمل اثناء الحمل بدون ما الام تعرف انها حامل، العقاقير الطبيه، الزواج المتاخر. حضرتك دلوقتي ونسبه العنوسه في مصر وصلت كام في الميه؟ حضرتك دلوقتي الزواج فوق ال 30 سنه بيبقى الطفل معرض لحدوث تشوهات خلقيه. حضرتك للسبب الثاني، حضرتك نسبه التشوهات الخلقيه احنا بنقولها من 7-10% في الحمل الطبيعي المكتمل اللي هو 40 اسبوع وما فيش منشطات وما فيش حقن مجهري وما فيش اطفال انابيب. في والطفل مولود 40 اسبوع يعني كامل، يعني 9 شهور كامله. حضرتك في حالة ما إذا كان في منشطات أو الطفل اتولد بريتيرم يعني قبل الميعاد، يعني على السادس أو السابع، يعني 36 أسبوع أو 30 أسبوع أو 32 أسبوع.